السلام عليكم كنا نعرف شخصية كابتن امريكا من مارفل الشخصية اللي نقدر نقول هي تتميز بالشجاعة والقوة والوطنية وحب الوطن والاشياء هذه كلها كذا وكثير من الناس يحبون الشخصية هذه لكن معقول كنا طول 75 سنة اللي فاتت ما اتوقع كلنا كنا في ال 75 سنه اللي فاتت، لكن عموما انه من يوم اعلن عن الشخصيه اول مره نحن كنا مخدوعين بهذه الشخصيه وطلع في النهايه عميل لهايدرا بدل ما يكون هو الشخص الطيب والكويس وكذا. كثيرين ما عجبهم هذا الشيء اللي صار في الكوميك الاخيره حقت كابتن امريكا، لكن خلينا نوضح بعض الامور شوي. مين هايدرا هايدرا هي منظمه ارهابيه دائما كانت موجوده في الكوميكس حقت كابتن امريكا كابتن امريكا ستيف روجر هو الشخص اللي دائمًا كرس حياته عشان يحارب المنظمه الارهابيه هذه واللي تعتبر في الكوميكس حقت مارفل هي اخطر منظمه ارهابيه موجوده في كل شيء في الحياه وإنه هم يعني من كثر ما هم ناس مره ملحيز كذا ويبون بس يخربون كذا عادي عندهم يضحون بجيوشهم وجنودهم بس عشان يحققون اهدافهم وكابتن امريكا ستيف روجرز دائما كذا ناشب لأمهم طيب ايش اللي صار الحين في الكوميكس الاخيره هذه اللي صار انه كابتن امريكا اللي هو ستيف روجرز تمت اعاده احيائه من جديد مع انه كان من قبل انه عطا اللبس والدرع حقه لصديقه سام. هنا وش جابوا لك؟ جاب لك ذكريات قديمه لام ستيف روجرز ووريك انها هي كيف كانت متعذبه وتعبانه بسبب زوجها، زوجها اللي كان دائما يرجع بيته متاخر سكران مبهذلها ويضربها وكذا من يعرف ايش لكن هي كانت الام القويه اللي تحملت وجست تحاول تربي ولدها ستيف على اساس انه يصير الانسان النزيه والكويس والمرتب كذا. هنا يقول لك إنه في عميله سريه اللي هي الهايدرا اسمها اليزا سينكلر اليزا سينكلر هذه كانت جابلك أنها هي عرفت عن مشاكل ام ستيف وراحت عندها وكانت توسيها من عارف ايش وعطتها مثل رساله او شيء زي كذا عليها شعار هايدرا وقالت لها ايش قالت ان احنا خلاص تخلصنا من زوجك وعشان تردينا الجميل لازم انتي ولدك ستيف اللي هو كابتن امريكا تصيرون عملاء الهايدرا اي شخص يقرا كوميكس يعرف انه تصير اشياء زي كذا وصدمات ومن عارف ايش لكن انه 75 سنه عندك شخصيه يفترض انه بطل كويس وما عارف ايش فجأة كذا تخليه يطلع شرير من وراي وانا ما ادري وش كانت ردة فعل الفانز والمعجبين بهذه الشخصية ومارفل بشكل عام تجاه هذا الموضوع الممثل الاصلي حق شخصية كابتن امريكا في افلام كابتن امريكا ما عجب الموضوع والفانز بشكل عام برضه ما عجبهم الموضوع 75 سنة هذه الشخصية بطل رمز الشجاعة والوطنية والمن عارف ايش كذا طلع نصاب كثيرين من كتاب الكوميكس يعتبرون كابتن امريكا مصدر الهام لهم بحيث انه من اول الشخصيات اللي طلعت وكذا فصار يعطيهم افكار انهم يسوون شخصيات جديده. طيب وش صار بعدها؟ كيف الامور ماشيه الان مع شخصيه كابتن امريكا وكذا ف هذا الشيء راح نتكلم عنه في حلقات قادمه باذن الله تعالى، انتم اعطونا رايكم في الشيء هذا اللي صار، انتم تقرون كوميك او حتى انتم ما تقرون كوميكس، اعطونا رايكم، يمكن شفتوا كابتن امريكا في الافلام، تشوفون الشيء اللي صار هذا منطقي ولا ما هو منطقي، أعطيكم الف عافيه على المتابعه، كان معكم محبوب محفوظ، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم.